السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، كل عام وحضراتكم بخير. إن شاء الله هننفذ البنطلون ده النهاردة. البنطلون زي ما حضراتكم شايفين هو هاي ويست ولو جيوب من الجناب، ولو قصرتين كده أماميتين بنس مفتوحة، الرجل واسعة من تحت. البنطلون ده للحجم الوسط، أخد متر وربع قماش، عرض 150. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. القماش لحجم جماعي لابس لغاية 70 أو 75 كيلو، هيبقى متر وربع قماش، عرض 150. هنشوف كده الطريقة. ده كده هعتبر ان ده القماش بتاعي كده، 75 فوق و75 تحت. خمسة وسبعين من هنا، تمام كده. طيب هعمل ايه؟ هاخد الطول اللي انا عايزاه للبنطلون. لنفترض البنطلون طوله 100 سنتي، يبقى هاخد قطعة القماش طولها حوالي 107 سنتي، من 107 ل110 علشان التانية بتاعت الرجل، وعلشان اما هنيجي نقص محتاجين زيادة في القماش. هعمل كده، هطبق القماشة كده طبقتين، هسيب هنا جزء اكبر من جزء. الجزء ده هسيبه اكبر بمقدار قد ايه؟ بمقدار حوالي 6 سنتي. زيادة دي كده 6 سنتي، تمام كده. وهنيجي كده نعمل بالمسطرة خط، عرض مسطرة كده، يعني حوالي 4 سنتي او 3 سنتي. طبقت القماش كده، انا مظبطة البنطلون بتاعنا على الطول اللي انا عايزاه زائد تانية الرجل. ايه هي بقى المقاسات اللي احنا محتاجينها لعمل بنطلون؟ دوران الوسط، دوران الاكتاف، الطول الخارجي للبنطلون اللي هو من الوسط لغاية طول الرجل من تحت، لغاية الرجل من تحت. الطول الداخلي للبنطلون من عند الرباط ده، بنربط رباط كده في اعلى الرجل، هيبقى من هنا لغاية الطول المطلوب، يعني الداخلي من هنا لهنا والخارجي من هنا لهنا، تمام كده. طيب انا طبقت القماشة بتاعتنا طبقتين وسبت جزء اكبر من جزء، وقلت المقاس دوت كده لغاية 70 أو 75 كيلو، غير كده البنطلون هيتقص بطريقة تانية. هنعمل ايه كده يا جماعة؟ من الخط اللي فوق اللي انا عملته ده كده هبدأ ادخل لجوه 5 سنتي، 5 سنتي كده من هنا. انا يعني بقصلك على النموذج الصغير ده لان بعد ما قصيته على القماش ما كانش واضح قوي، فانا هقص على النموذج الصغير، لكن هنشوف التقفيل على القماش ان شاء الله. سبت كده من هنا كده يا جماعة 5 سنتي، خمسة سنتي سبتهم من هنا، تمام. طيب الخمسة سنتي دي علامتها طلعت لغاية كده، هبدأ أقيس الجزء ده الداخلي، ده الداخلي ده قد إيه؟ طلع مثلا 25 سنتي، 27، 28، 30. المهم البنطلون القماش الحجر بتاعه لازم يكون طويل وإلا بيبقى مش مظبوط. فهنيجي ننزل بالطول ده اللي هو طول الحجر، اللي هو من هنا، من هنا اهو كده يا جماعة، من هنا لغاية المنطقة دي كده، خلاص هننزل بيه لتحت. طلع مثلا 25 سنتي أو 27 سنتي، هنزل بال27 سنتي كده لتحت اهو، وهروح على طول عاملة خط كده موازي للخط ده اللي هو مقداره 5 سنتي. تمام كده. هنعمل ايه بعد كده يا جماعة؟ هنيجي للجزء ده وهندوره. 5 سنتي دي هطلع زيها كده لفوق من هنا 5 سنتي اهو، طلع لغاية كده، وهروح مدورها كده.
الخطوة اللي بعد كده يا جماعة، انا هاخد دوران الارداف وهقسمها على الاربعة، وهحط المقاس بتاعي من بعد ال5 سنتي دول، يعني من النقطة دي هقيس ربع كده الايه الارداف. نفترض الارداف كانت عندي 100، ربعها 25، يبقى هحسبهم من هنا طلعوا لغاية كده، يبقى من النقطة دي للنقطة دي كده ربع ارداف. خلاص كده. هعمل البنطلون بتاعي واسع، رجل واسعة، والوسط بتاعه واسع شوية على اساس هيبقى فيه، يعني هيبقى فيه استك من الجناب. فهاجي اخد دوران الوسط وهقسمه على الاربعة، بس هزود عليه شوية، هزود عليه حوالي 10 سنتي، يعني مثلا لو كان الوسط 70 هخليه 80، على اعتبار ان انا هعمل في الجناب استك. تمام، هاخد ال80 المقاس بتاعنا واقسمه كده على الاربعة، واحطه برضو من بعد الخط ده، يعني من هنا كده، من هنا طلع لغاية كده. تمام، هبدأ اوصل النقطة دي بدي كده يا جماعة، وهننزل الرجل بتاعتنا واسعة، اللي هو هنزل كده خط مستقيم لتحت، ومن هنا كده ايه خط مستقيم. فكده الامامي بتاعنا ناقص نقطة واحدة بس، ان انا الجزء الامامي ده من هنا هقصره من 2 ل3 سنتي. الجزء ده بعد الخط ده هنزل 2 او 3 سنتي، هعملهم اهو كده، هننزل من الحتة دي 2 او 3 سنتي، وهاخدهم كده على مفيش الجزء ده. تمام كده الامامي خلصناه. طيب الخلفي، الخلفي هيبقى قد ايه؟ انا ليا رغبة ان انا اقص الامامي الاول وبعد كده هظبط عليه الخلفي. تمام، او هقولك الفرق بين الاتنين. الفرق بين الاتنين ان انا هاجي هنا في الجزء ده، الجزء الكبير ده هو هيبقى الخلفي، هزود كمان 5 سنتي، 5 سنتي اهو. تمام، وبعدين الخط كان كده اللي هو تحت الخط ده، فكده كأن الخلفي له 10، 5 هنا تحت دي و5 هنا، فكده كأن ايه 10. تمام، الحردة بقى هتكبر لان الخلفي اكبر، الحردة هتكبر عن الحردة دي، فهتطلع فوقها كده 1.5 سنتي كمان، يعني هطلع فوق الخط ده 1.5 سنتي كمان كده اهو، وهاخدهم خلينا كده اهو. هقص انا كده الاول الامامي وبعد كده هنشوف الخلفي عشان تشوفوا الفرق بين الاتنين يا جماعة. بسم الله، طيب الامامي ده لو انا هعمل فيه سوستة، هاجي اقيس السوستة طولها قد ايه، طولها مثلا 15 سنتي، هقيسها من هنا، من هنا طلعت لغاية كده، يبقى هقص الحتة اللي تحت دي بس كده عشان اعمل الباقي ده استغله في عمل السوستة. وهقص الجنب. واللي سألوني عن البنطلون السليم من الجناب، هيبقى بدل ما اقص الجنب ده هسيبه سليم، ما اقصهوش من هنا. الامامي اهو ده كده يا جماعة، هطبق دي كده بس عشان اوريكم الفرق بين الامامي والخلفي. الامامي الحردة بتاعته اهي اللي كان لونها ازرق، الخلفي هتزيد كمان لفوق كده 1.5 سنتي، يعني اكبر من الجزء ده، لو 3 هتبقى دي 4.5، او لو الجزء ده 2.5 هيبقى اللي لونه روز ده هيبقى 4 سنتي. خلاص كده هنزيد 1.5 سنتي، هاخدهم كده على ما فيش. تمام، واحنا كنا عاملين الوسط بتاعنا من قدام نازل 2 او 3 سنتي اهو.
اللي نزلته هنا هطلعه فوق في الخلفي، تمام كده؟ فالخلفي هيبقى زايد من ورا كده. كده هيبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هنظبط الرجل من تحت، ان انا الرجل من تحت هتبقى زايدة عن الامامي من 2 لـ3 سنتي كده، من هنا من 2 لـ3 سنتي، واخدهم كده بالمسطرة. تمام كده. هيبقى الرجل دي الامامي ودي الخلفي. طيب لو حابه اعمل بنس في البنطلون هاجي في النص المسافه دي بالظبط، وهعمل البنسه بتاعتي اللي طولها 10 سنتي، من 10 لـ12 سنتي. هاخد سنتي يمين الخط وسنتي شمال الخط اللي انا عامله ده. وطبعا البنس دي المفروض بعوضها كده في الجناب، تمام؟ وهنقص كده ونشوف. ده كده الخلفي اهو، هنعمل مكان البنس اهو خلاص. وهنيجي نفصل بقى، نشيل الحتة دي الاول. طبعا هنا معلمين مكان البنس اللي هنرسمها من طولها من 10 لـ12 سنتي، وسنتي يمين وسنتي ايه شمال، وارسم البنس بتاعتنا. تمام كده. ده كده الخلف يا جماعة، وده كده الامامي. عايزة اعمل الجيب بتاعه، هاجي كده في الجزء ده وهرسم الجيب. هدخل من الجنب هنا حوالي 10 سنتي، وهاخد الجيب كده بيمين اللي هو يسمح بدخول الايد، اللي هي حوالي كده حوالي 15 سنتي. يعني الخط المايل ده هيبقى 15 سنتي. تمام كده. وهبدأ أقص الجزء ده، وهنجيب الجزء اللي هنعمله جيب. ده كده الأمام يا جماعة باين اهو، الشكل واضح، وده الخلفي. تمام. هنجيب الجزء بتاع الجيب. لكل جيب قطعتين قماش، لكل جيب قطعتين قماش. الطول بتاعهم كده حوالي 20 سنتي، وكده العرض حوالي 18 سنتي. هاجي كده الاول وهظبط الشكل بتاعي كده، وهظبط الجنب بتاع الجيب اللي هو كان في حال القصر. ممكن اظبطه انا كده على الجنب بتاع السليم ده، لان احنا قصينا اهو. ظبطت كده الجناب بتاعت البنطلون. هظبط من هنا. طبعا هو الجيب بيبقى ماسك لغايه البنسه او قبل البنسه بشويه، بس انا بحاول اكبره بس عشان اوري لكم الشكل. ظبطت كده الجناب، تمام. هاجي الواحده منهم، هشيل واحده دي كده خلاص، هشيلها واقللها شويه. دي اللي هتبقى باينة من البنطلون، هنشوفها دلوقتي. والطبقة التانية دي كده يا جماعة هروح قصاها كده. هيبقى بالشكل ده كده الجيب، اخد الشكل ده كده. هنيجي من قدام من هنا بقى من جوه، ونحاول نظبط شكله، ندوره كده او باي شكل يعني.
الحركة دي اختيارية. ده كده الجيب بتاع البنطلون قصناه. هنشوف بس التقفيل على السريع عشان لو التقفيل على القماش ما كانش باين. اول حاجة يا جماعة هنقفل الجزء ده، عايزة اجيبه بلون تاني، الجزء ده كده هقفل الجزء ده كده خلاص، هطلع فوق كده لعند السوستة تمام، وبعدين هقفل الحجر الخارجي ده الخلفي برضو اهو كده. بس قبل ما نعمل عملية التقفيل دي كده لازم نتمم على الأطوال الداخلية للبنطلون للأمامي والخلفي. نيجي نحط القماش كده على بعضه لازم يكونوا قد بعض بالظبط. البنطلون من الحاجات اللي لازم ان انت تسربيها الأول بالإبرة والخيط أو بالدبابيس قبل الخياطة عشان ما يحصلش أي فروق في الأطوال أثناء الخياطة. المكنة بتسحب قماش، بخيط الجزء ده كده هطلع كده لغاية يعني حوالي سنتي او سنتي ونص في الجزء اللي هو مخصص لتركيب السوستة. كده خيطنا الجزء ده، هنبدأ نخيط برضو الخلفي. وانا يعني بعيد الجزء ده تاني، انا صورته على القماش بس طبعا القماش بيبقى كبير قوي فساعات بيبقى مش واضح او في التصوير، فقلت اصور كده وشوفوا ده وشوفوا ده برضه. قفلنا الخلف تمام كده. بعد كده ببدأ بتقفيل البنس للامامي وللخلف خلاص. طيب بالنسبة للامام البنسة دي هتبقى بنسة مفتوحة، يعني البنسة المرسومة دي مش هقفلها، لا انا هقفلها من فوق من هنا بس كده خياطة كده، وهسيبها ايه مفتوحة، وده المكان المخصص للسوستة. تعالوا نشوف هنقفل البنطلون ده ازاي. اول حاجة هنقفل الجزء ده كده ولازم اطلع حتة كده عند الجزء بتاع السوستة، يعني هخيط كده يا جماعة كده اهو، مش عارفه واضح ولا لا. هبدا الخياطه بتاعتي من هنا، هطلع حوالي 2 سنتي فوق الجزء ده كده وهخيط. بس بعد ما خيطت دي كده هفتح كده هنلاقي الجزء ده اللي هو بتاع السوسته مكانه اتعلم اهو. هبدا بعد كده اركب البيوم، اركب الجيب. هنجيب اهو الجزء اللي مقصوص ده وهبدأ اخيط كده بحيث يبقى وش على وش وش على وش، اخيط اخيط كده. بعد ما خيطنا الجزء ده هنبدأ نعمل تشقيقات كده. هنقلب، ممكن ندي بنط خياطة في الجزء ده كده، اديته بنط خياطة اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي بعد كده وهنجيب اللي هو الطبقة التانية للجيب، هنجيب الطبقة التانية للجيب يا جماعة. هنقلب كده البنطلون على ظهره زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنجيب الجزء ده اهو، هنبدأ نقفل الاطراف دي كده مع بعضها، الاطراف دي كده هتتقفل مع بعضها تمام. يعني هقفل ده كده كده اهو. هقفله بسم الله. وبعد كده هعمل له اوفر لو عندك
المكنة الأوفر، هتعملي له أوفر. كده خلاص اتقفل اهو، كده هننضفه بالأوفر وهنقلب البنطلون كده على وشه اهو، هيبقى الجيب اهو خلاص. ده كده هيتثبت من هنا وهيتثبت من هنا في جنب البنطلون، نقلبه كده على الظهر ونشوفه اهو. ده كده ظهره وده الوش بتاعه. خلاص بعد ما ركبنا الجيب من جوه اهو، باين مع حضراتكم اهو، هبدأ انا اعمل بنط خياطة هنا صفين كده حوالين الفتحة بتاعت الجيب، هتبقى بالشكل ده كده. هبدأ اثبت من هنا واثبت من هنا. خلاص بعد ما ثبتنا الجنب اهو، في الجنب اهو، ده شكل الجيب تمام. وده الظهر بتاعه اهو زي ما حضراتكم شايفين، وانا هنا كمان عملته سرفله بالمكنة الاوفر. بعد ما خيطت جيوب كده خلاص، هاجي مكان البنسه دي، مش عارفه باينه ولا لا، كان في بنسه اهو. البنسه دي هعملها بنسه مفتوحه كده، يعني هعملها زي قصره صغيره وهثبتها من هنا تمام. كده هخيطها كده، والناحية التانية هعملها زيها. عملت البنس المفتوحة اهي زي ما حضراتكم شايفين بتكتوي. هنا طبعا هركب السوستة، دلوقتي نشوف تركيبها. بس الاول هنقفل البنطلون من الخلف. هنيجي لحردة البنطلون الخلفية وهنقفلها كده. بعد ما قفلت الحجر من ورا، هنبدأ نقفل البنس بتاعة ظهر البنطلون، واللي هي طولها هيبقى كده حوالي 13 سنتي وسنتي، يعني مقدارها 2 سنتي من هنا 2 سنتي، وطولها كده حوالي 13 سنتي. هاتني كده وهبدأ أخيط كده. كده اتقفلت البنسة اهو زي ما حضراتكم شايفين اهي، باينة اهي كده من على الظهر بتاع القماش، من على الوش بتاع القماش. هبدأ بعد كده اركب السوستة. بعد كده هجيب الحجر ده كده الخلفي اهو، الظهر بتاع البنطلون، وهجيب الامامي عليه اهو، بحيث هيبقى وش الوش، يعني وش الامامي في وش الخلفي خلاص. وهبدأ اشبك من هنا من عند الحجر كده من تحت تمام، هشبك كده بدبابيس كده الاول. وبعد كده هبدأ اقفل رجل رجل. طبعا المقاس كبير فمش خايفة ان ما يكونش واضح في التصوير، الرجل كده من تحت اهي. هنبدأ نقفل كده كده، وبعدين اجيب الرجل التانية نفس الحكاية، افردها برضو، افرد الاطراف على بعض وابدأ اقفل. اقفل كده الرجل التانية يا جماعة. بعد ما قفلته كده من الداخل، هنبدأ نقفل الجناب الخارجية للبنطلون كده، الجزء ده كده للآخر. تعالوا نركب صوصة البنطلون كده يا جماعة. كنا احنا طبعا مخيطين وسايبين جزء لتركيب الصوصة، دي العلامة بتاعته،
من عند العلامة. ده كده الجزء المخصص للسوستة عشان نبقى فاهمين. من عند العلامة هبدأ اجيب سوستة، هفتح السوستة وهبدأ اخيط كده، هسرج من جنب اسنان السوستة مباشرة. انا عاملة خيط اسود اهو عشان يبان، شايفين كده من جنب الاسنان اهو. وطبعا السوستة الحريم بتبقى يمين، الغطا بتاعها في الناحية اليمين، شايفين كده سايبة السنان باينة من بره اهي. هقفل السوستة بقى شوية كده عشان الفتحة قربت تخلص اهي. وكده بقى هقلب للناحية التانية، هقلب للناحية التانية علامة السوستة اهي، الفرد اهو اللي كنا عاملينه ده كده لازم يجي يغطي للخياطة اللي انا عاملاها دي، الطرف بتاعه يجي على طرف الخياطة اللي انا عاملاها كده. تمام كده يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدأ اخد خياطة كده بالعرض، وتاني هقعد اسرج كده. هنلاقي الخياطة المرة دي جاية على القماش بتاع السوستة، هنقفل السوستة خالص بقى واحنا بنركب كده. كده سرقت السوستة كلها اهي، السوستة هنفتح قماش بينسل، شايفين كده يا جماعة السوستة اهي. هبدأ اخيط زي ما انتم شايفين كده، هخيط كده على المكنة كده وبعدين هنقل في الناحية التانية كده، او ممكن اخيطها من على الظهر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، الظهر اهو كده. هبدا اخيط على السراجه اللي انا عاملاها دي كلها. تمام، السوسه اتخيطت اهي كده يا جماعه، ابدا اشيل السراجه السوستة دي. بالمناسبة مش محتاجة دواسة للسوستة، ممكن الدواسة العادية تخيطها. السوستة طبعا شكلها طالع جميل، عايزة بس تكوي. تمام، ممكن ندي بنت خياطة تانية كده حوالين السوستة دي، بقى بترجع لك زي ما تحبي. بعد ما ركبنا السوستة هنبدأ نرتب القمر. والقمر انا عاملاه واسع شوية وعريض شوية، العرض بتاعه كده حوالي 10 سنتي. هتحطي له فازلين لو هتعمليه، بس انا القماشه تقيله شويه فانا مش هحط لها فازلين. هنبدا نخيط كده حوالين الوسط. تمام، هلفه حوالين الوسط كله كده. خيطت القمر اهو كده يا جماعه، الناحيه اللي فيها القلاب بتاع السوسته انا مش سايبه الا جزء صغير خالص، هاتني كده. والتانيه بتاعت القمر مش هتبقى الاتنين قد بعض، في طرف اطول من طرف، والطرف الاطول من طرف هاتني طرفه لفوق كده، يعني هيبقى كده هاتني كده، فواحده طويله اهي باينه طويله، هاتني طرفها لفوق كده كمان. وهبدا اخيط
الناحية التانية سبتها عريضة علشان الجزء العريض ده هو اللي هيبقى فيه الزرار، وهتنيه بنفس الطريقة. فأنا هتني كده، هتني ده كده، هخيطها دي كده. شايفين قفلت من هنا وقفلت من هنا، هبدأ أشيل الزوايا دي، هبدأ أقلب، فهيبقى ده باين نضيف اهو، وهبدأ أقلب ده برضو بحيث انا لما هقفل السوستة كده هيبقى ده هنا هيبقى الزرار، وهنا العروة بتاعت البنطلون. هبدأ اتني بقى ايه القمر، اقفله بالطريقة دي كده يا جماعة. خلاص ممكن نسربه الاول كده بدبابيس، وبعد كده نخيطه على اساس يبقى مظبوط معاكي. تمام، هفضل اقفل كده، هقفل كده كل القمر بالطريقه دي. هبقى احط له استك في الجنب، يبقى همسك كده من الجنب هركب له قطعه استك اضم بيها الجناب شويه على اساس يعني ايه يبقى المقاس يلبس اكتر من مقاس. هركب له قطعه استك في الجناب على اساس يعني يلبس اكتر من مقاس. هيبقى من عند بدايه الجيب كده لغايه الايه قرب البنسه اللي في الخلف. تمام، هجيب قطعه استك وهركبها، هنشوف طريقه تركيبها دلوقتي. انا قلت هركبها هنا ابتداء من عند الجيب او بعد الجيب بحوالي 2 سنتي. هحدد مكانها اهو، حددت مكانها هنا. هبدأ كده أعمل خياطة في الجزء ده كده، خياطة هنا. تمام، وهثبت برضو من الناحية دي قرب البنسة يعني قبل البنسة بحوالي 2 سنتي، وهقفل برضو من هنا. زي ما حضراتكم شايفين اهو انا ثبت الأسك من الطرفين. هبدأ اجيب القمر ده وهتنيه كده، وهبدأ اقفله، وفي الجزء بتاع الأسك هشده وانا بقفله، هخيطه كده يا جماعة كده اهو. كده خلاص القمر اتعمل زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنا الاسك اللي في الجناب اهو. وبعد كده تانية رجل البنطلون تانيتها. ده كده البنطلون يا جماعة بعد ما خلص، يا رب يعجبكم ان شاء الله تنفذوه بكل سهولة. ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.